اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحمي حوزة الإسلام يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق والتأييد إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين. اللهم وفقه لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه الخير وصلاح البلاد والعباد، واجزهما خير الجزاء على كل ما قدماه ويقدمانه من خدمات جليلة لحجاج بيت الله الحرام وللمسلمين في كل مكان شهد لها القاصي والداني. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما. اللهم تقبل من الحجاج، اللهم تقبل من حجاج بيتك الحرام، واحشرنا معهم في الثواب والأجر، واجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا، وردهم إلى أهليهم وإلى أوطانهم سالمين غانمين، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.